أهلا بكم قناة ورشة منزلية. يتناول هذا الفيديو أبرز الأشياء اللي أتطرق لها بالقناة، من خياط أو إعادة تدوير وأعمال من الكرتون وأعمال من الخشب، إضافة للزراعة. أتناول النباتات اللي أجربها بالفعل تتحمل جو البصرة، والكثير من المواضيع الثانية. أتمنى تشتركون بالقناة إذا يعجبكم المحتوى. إن أعجبكم المحتوى لا تنسون من الدعم، لايك وشير وسبسكرايب للقاء فيديوهات القادمة.